لرأستين الحكمة من رسالة الرسول إلى أهل روميا صوفيا بروسخومي. يا إخوة، إن خلاصنا الآن صار أقرب مما كان حين آمنا. تناهى الليل واقترب النهار، فلندع عنا أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور، لنسلكن سلوكا لائقا كما في النهار، لا بالقصوف والسكر ولا بالمضاجع والعهر ولا بالخصام والحسد، بل البسوا الرب يسوع المسيح، ولا تهتموا بأجسادكم لقضاء شهواتها. ومن كان ضعيفا في الإيمان فاتخذوه بغير مباحثة في الأفكار من الناس، من يعتقد أن له أن يأكل كل شيء، وأما الضعيف فيأكل بقولا، فلا يزدر الذي يأكل من لا يأكل، ولا يدن الذي لا يأكل من يأكل، لأن الله قد قبله. من أنت يا من تدين عبدا لغيرك؟ إنه لمولاه يثبت أو يسقط، لكنه سيثبت لأن الله سلاموا لك يا أيها القارية وجميع الشعب. Thank you. فصل شريف من بشارة القديس متى الإنجيلي البشير التلميذ الطاهر. نصغي قال الرب: إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أبوكم السماوي أيضا، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم فأبوكم أيضا لا يغفر لكم زلاتكم. ومتى صمتم فلا تكونوا معبسين كالمرائين، فإنهم ينكرون وجوههم ليظهروا للناس صائمين. الحق أقول لكم إنهم قد أخذوا أجرهم. أما أنت فإذا صمت فدن رأسك واغسل وجهك لئلا تظهر للناس صائما، بل لأبيك الذي في الخفية،
وأبوك الذي يرى في الخفية يجازيك علانية. لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والآكلان وينقب السارقون ويسرقون، لكن اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا آكلا ولا ينقب السارقون ولا يسرقون، لأنه حيث تكون كنوزكم هناك تكون قلوبكم